هذا وتواصل مدينة شرم الشيخ الاستعدادات لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 في نوفمبر المقبل. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من شرم الشيخ مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. كريم، بعد التحية ضعنا في جديد الاستعدادات لديك بمدينة شرم الشيخ. نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل هذه الاستعدادات ما زالت مستمرة على قدم وساق، لا يتوقف العمال هنا داخل مدينة شرم الشيخ عن الاستعداد والتجهيز كل المناحي الخاصة بمؤتمر المناخ كوب 27 الذي سيعقد في نوفمبر المقبل. هذه الاستعدادات بالطبع هي استعدادات صديقة للبيئة تجهزا واستعدادا للمؤتمر، وهناك أيضا استعدادات سياحية طبقا لطبيعة مدينة شرم الشيخ، هذه المدينة السياحية، ولكن أيضا هذه المدينة السياحية تتحول لمدينة سياحية خضراء في جميع المناحي. ربما ذكرتم منذ قليل أنتم هذا التحول والاستعداد الخاص بالصحة داخل مدينة شرم الشيخ وتجهيز المستشفيات، ومن أهمها مستشفى شرم الشيخ الدولي لتكون صديقة للبيئة، واستخدام مستلزمات طبية صديقة للبيئة ومستلزمات أيضا غير طبية داخل المستشفى صديقة للبيئة، وإعادة تدوير واستخدام الطاقة والمواد والمياه داخل هذه المستشفى للزراعة على سبيل المثال حول المستشفى، وأيضا استخدام الطاقة الصديقة للبيئة مثل الطاقة الشمسية على سبيل المثال. ولكن هذه الطاقة الشمسية يتم استخدامها ليس فقط في المستشفيات، ولكن أيضا في أعمدة الإنارة المنتشرة في جميع شوارع شرم الشيخ. هذه الأعمدة أيضا تم تجديدها ورفع كفاءتها بشكل كبير، واستخدام الطاقة الصديقة للبيئة والإنارات الصديقة للبيئة. إذا تحدثنا أيضا عن فكرة الاستعداد لاستقبال الوفود القادمة في نوفمبر القادم، فهناك أيضا توسعة كبيرة لأعمال الطرق، هناك أعمال كبيرة لإنشاءات لميادين جديدة، هناك توسعة للطرق، هناك ترصيف جديد، وهناك أيضا إنشاءات جديدة لممشى سياحي جديد أيضا لاستقبال الوفود القادمة، إما كانت الوفود رفيعة المستوى أو حتى النشطاء والمهتمين بفكرة التغيرات المناخية والتحديات الخاصة بالتغيرات المناخية. إذا تحدثنا عن القسم أو الجزء الخاص السياحي داخل مدينة شرم الشيخ، فهناك أحد يعني الأماكن الهامة هو السوق القديم، جاري تجديده بشكل كبير لتصبح جميع الواجهات على شاكلة مصر القديمة. مصر القديمة تتشكل من جديد هنا في واجهات المحال التجارية داخل السوق القديم، لتظل أيضا فرصة للتعريف بمصر القديمة والتراث المصري والحفاظ على الهوية المصرية ونشرها أيضا داخل مدينة شرم الشيخ، خصوصا في ظل توافد كبير من وفود من جميع دول العالم من أكثر من 197 دولة داخل مدينة شرم الشيخ. ولكن أيضا هذه الاستعدادات ليست فقط تغيير هذه المحال التجارية أو تغيير الواجهات، ولكن فكرة توحيد الصورة الذهنية لمدينة شرم الشيخ لتصبح مدينة خضراء. توحيد هذه الصورة يأتي عن طريقين، الطريق الأول هو وضع بالطبع الإرشادات واللافتات المختلفة الصديقة للبيئة والتي تحث المواطنين على استعمال المواد الصديقة للبيئة، وأيضا هناك جزء هام جدا وهي محافظة جنوب سيناء بالتعاون مع وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن وجود أكشاك وسيارات متنقلة. هذه الأكشاك والسيارات هي أكشاك للتوعية بأضرار الأكياس البلاستيك وكيفية الحد من استخدام الأكياس البلاستيك، وأيضا توعية المواطنين وأيضا توعية الوفود بشكل عام بأخطار هذه المواد البلاستيكية، وبالإضافة لذلك عرض الأفكار الجديدة والبدائل الصديقة للبيئة ليتم استخدامها واستعمالها داخل مدينة شرم الشيخ. وكل هذا بالطبع ضمن الصورة الأكبر وهو تحول مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء صديقة للبيئة. هذا التحول لا يقتصر فقط على مدينة شرم الشيخ، ولكن هو جزء من خطة كبيرة تنتهجها الدولة المصرية بشكل عام للتحول
الأخضر مبادرات عديدة مثل مبادرة اتحضر للأخضر وأيضا مبادرات التنوع البيولوجي المختلفة التي أطلقتها وزارة البيئة. كل هذه المبادرات والزراعات المختلفة في جميع محافظات الجمهورية هدفها الرئيسي هو التحول الأخضر، وهذه المجهودات التي تقوم بها مصر هو جزء من الدور الإقليمي والمحلي وأيضا العالمي وتكاتف محلي دولي بالطبع للوصول لفكرة العالم الأخضر والأفضل حفاظا على المناخ وحفاظا نعم. أيضا لأنه يعني يمس بشكل مباشر الإنسان فهو أيضا حفاظا على الإنسان، وهذه نظرة عامة عما يحدث هنا في مدينة شرم الشيخ. والآن عودة إليكم مرة أخرى. مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس، شكرا جزيلا لك.